المباراة القادمة كونتر ليتوال في سوسة؟ لا كما قلت معناها ناخذوا كل بارتي وحدها، وسورتو معناها بعد التعادل نتاع اليوم يلزمك تحاول تجيب نقاط من برا، وان شاء الله ربي يوفقنا نخدموا على رواحنا، واللي نقصنا اليوم ان شاء الله نزيدوا نخدموا باش نجيبوا انتصار من برا بالذات ان شاء الله. بالنسبه انتم كملاعبيه فما عديد الاجواء خارج مستطيل الاخضر في المباراه القادمه، بالرغم هذا انتم كيفاش باش تحضروا اللقاء؟ والله ماك تعرف معناها لقاء بين زوز فرق كبار، بالنسبه لنا نحن نخدموا على رواحنا، ما فما حتى حاجه تنجم تقلقنا، لازمنا نقدموا مردود كما اللي قدمناه اليوم واكثر باش نجيبوا انتصار من سوسه بالذات ان شاء الله. ان شاء الله باش نمشيو لسوسه باش بقدره ربي باش نربحوا على الانتصار ان شاء الله. اكيد فما حتى ماتش في البلاي اوف سيل، كل ماتش وماتشو، كل ماتش الواقع نتاعو. صاي الكلوب افريكا اكس وفي توا نحضوا الماتش ليتوال في سوسه، ان شاء الله ان شاء الله نروحوا بتوا بوما غادي ان شاء الله. باش نحكيو على مباراه سوسه، يعني موجود عديد الكلمات خارج مستطيل الاخضر، انتم كلاعبيه كيفاش باش تحضروا البارتي نتاعكم؟ ايه نحن كملاعبيه ما يهمناش البلا من التيران، عطينا لونز اللي باش نلعبوا سير تيران، نتلاقوا بالكره في سير تيران، ومعنينا كان نلعبوا ما يهمنا في حد وان شاء الله نروحوا من الانتصار من غادي ان شاء الله.